اليومين كل ما نفتح حساب نلقى الصورة هذه منتشرة تضامنا مع رفح. قاعد طالعها وتذكر قلت الله يا الدنيا، مو كنا نقول قبل الناس راح تحب أشغالها وراح تنسى؟ لو كان هذا المجزرة اللي حصلت من يومين حاصلة في بداية الأحداث كان الناس شوفوا شلون. طبعا بداية الأيام تذكرون حملات تبرعات وناس يعني ما بقى إلا يفسخون هدومهم وبيعونها تعاطفا، وناس تضامنوا بالصامات والمظاهرات واللافتات وما أدري شنو. هذا دائما حال الموقف العاطفي غير عن المبادئ. المبادئ ثابتة والعواطف تحرك دائما تزيد وتنقص، لكن المبادئ ثابتة. فاللي موقفه عاطفي ويتخذ موقف عاطفي تكلمه بالعقل، هذا حاله. فشوفوا فورة العواطف وين كانت، واليوم وين صارت تضامنا بصورة بس. العيون كلها تتجه نحو رفح بس صورة حطوا. وين حملات تضامن؟ وين الحملات التبرعات؟ وين اعتصاماتهم اللي قبل؟ وين الصراخ والصيحات والمدري شنو؟ كلها راحت هباء منثورة. لما بداية الأيام كنا نقول يا جماعة هذا حال الدنيا، ترى راح تنسونهم انتوا، اليوم تكلمون تآزرونهم وكفوا وزين يسوون، بعدين راح تظل معاناتهم وراح تنسونهم انتوا. لا مستعدين تبرع، مستعدين نسوي، بعدين اول ايام كذي، بعدين عقبها قالوا لا اللوم على الدول، اللوم على. صباحكم الله بالخير. راح اتكلم عن الموضوع اللي اثرته امس مع الغزة، وراح ابين بعض الامور. اول شيء هذه اشاعة للأسف، يعني قالها مسلمين منا وفينا يبون يطلعوننا احنا كجبناء ومتخاذلين، وشوفوا اي درجة حيكون الكذبة. وانا رئيسة الوزراء تقول انا ما نمت طول الليل، كنت خايفة يدخلون العرب اسرائيل، وبعدين شرقت الشمس ولقيت ما في احد، عرفت ان خرطي العرب. هذا كلها اختلاق وكذب. تخيلوا واحد يعني صاحب قضية حق يعني يكذب، هذه عمرها ما صارت. ترى هذا المقصود بكلامي، اللي كانوا يقولون ان نقول يا جماعه هذه عواقبها ترى راح تصير على راس الضعفاء المساكين اهل غزه، يقولون لا انتوا تخذلون القضيه انتوا. وكانوا دائما طبعا يلعنون بالقاده العرب. اليوم ما حد قاعد يشتغل القضيه الا القاده العرب. واليوم بسبب يعني بعد الله ثم مجهودات القاده العرب، ثلاث دول اوروبيه الاسبوع هذا بس اعترفت بفلسطين كدولة، وهذه أول مرة تحصل. وإحنا ما ضيعنا إلا المعتقدات الخاطئة هذه اللي يقول لك القدس عقيدة. لا، القدس مو عقيدة، العقيدة هي دماء المسلمين وأعراضهم، ودم المسلم حرام كحرمة الكعبة، وأشبل أشد من هدم الكعبة حجر حجر. لو هدمت الكعبة حجر حجر أهون عند الله من أن يراق دم مسلم واحد. هذا اللي احنا فاهمينه خطأ، مستعدين نضحي بدمائنا عشان القدس. طبعا هذه كلها تقولها جماعات فاسدة، جماعات سيئة عندها أغراض وأهداف سياسية، هي اللي دمرت الدول العربية بالربيع العربي عشان عندها أهداف سياسية. واليوم قاعد يسوون نفس الشيء، واقفين مع إيران وقاعدين يريقون دماء، يسترخصون دماء المسلمين في فلسطين وفي غزة. ولازم احنا نناصرهم، لازم احنا نوقف معاهم، لازم نقول هم صح، وطز بالمسلمين اللي بغزة، وطز بالدماء، وخدسي الدماء بالطقاق، كله في سبيل شنو؟ في سبيل شنو؟ في سبيل ولا شيء. بالنهاية يا جماعة قلنا لكم هذا مو نصر، ما يؤدي إلى شيء. قال لا انتصرت، الحين شوفوا يلا بالله عليكم. في واحد عاقل يقول اليوم ان انتصرت غزة؟ واللي يقول انت شو مزعلك، انا مو زعلان، انا من اول اقول لك انت بيدك الدعاء والتبرعات فقط، هذا الواجب اللي عليك كمسلم. رحتوا أبعد من ذلك وسبيتوا وشتمتوا وخونتوا، ما أتكلم عنك أنت، أتكلم عن اللي ماسكين النهج هذا، وخونتوا وسويتوا مقاطعة وقلتوا راح تجدي وتضرر فيها التاجر طبعا الخليجي، وآخر شيء بالنهاية شنو؟ انتهت المقاطعة كنا ما صار شيء، وتركوا أهل غزة كذي مساكين واكتفوا بالصور بس، وسبوا وخونوا منه وخونوا حكام العرب، وحكام العرب هم اللي اليوم قاعدين يعني يأزرون غزة ويناصرونها. مشعل ايش قصدك انت؟ ما تبينا نقاطع شركات صهيونية؟ بل قاطعها، دمرها لعن ابوها لابوك. بس انت ما قاطعت ولا شركة صهيونية، ولا قاطعت ولا شركة متعاونة مع الصهاينة. انت مشيت على اشاعات، قاطعت، خلنا يعني نتكلم بوضوح، اسفين ما اذكر، وانت قاطعت
ماكدونالدز لأن وكيلهم بالكيان الصهيوني وزع وجبات مجانية. قاطعت أنت الوكيل الكويتي أو الوكيل الخليجي، وقاطعت ستاربكس لأنك سمعت إشاعة أنها تدعم إسرائيل، وطلعوا لك ستاربكس وقالوا لك ترى إحنا ما دعمنا إسرائيل ولا الرئيس التنفيذي دعم إسرائيل، وهذه كلها إشاعات وبياناتنا موجودة بالبورصة الأمريكية، وإذا علينا شيء ورنا ما نقدر نطلع ولا فلس إلا نفصح عنه. هذه نقطة. ثاني نقطة، ترى ما عندنا ولا فرع بإسرائيل من سنة 2002، يعني من 22 سنة ما عند، أو 2001، من 22 سنة أو 23 سنة ما عندهم ولا فرع بإسرائيل. فأنت قاعد تمشي وراء إشاعات ما تدري شنو الغرض منها، شو الهدف منها، من وراها ما تدري. والمؤمن كيس فطن، وقلت لكم بالنهاية أنت مطلوب منك أمرين: الدعاء لهم، وهذا سلاح قوي ترى مو بسيط، والصدقة. تصدق يعني تبرع بما تجود به نفسك باللي تقدر عليه. أكثر من كذي أنت دخلت بالخطأ وأنت مو مطالب هذا الشيء، وهذا أصلا يمكن سبب ضرر لك أو سبب ضرر لغيرك من المسلمين، وما يضر ترى الصهاينة. حتى لو أنت شنو سويت، شو استفدت؟ والله إحنا دمرنا شركة ماكدونالدز، زين الكيان الصهيوني ضرر بشيء؟ إحنا دمرنا شركة ستاربكس، زين الكيان الصهيوني نتنياهو ضره؟ كاهو تمادى أكثر، ما صار شيء. واللي هذيل الطلبة اللي بأمريكا اللي اعتصموا وضيعوا مستقبلهم، انفصلوا من الجامعات وتبهدلوا وحالتهم حالة، هذيل إذا بيضرون أحد بيضرون الجامعة. يمكن تضرر إدارة الجامعة، يمكن انفصلوا يمكن بعض المدراء بالجامعات، أو يعني في حال أنا مو متابع القضية عدل. لكن هل موقفهم هذا ضر الصهاينة؟ لا. من يتضرر؟ الطالب نفسه. وبعدين هل مطلوب مني أنا كمسلم أني أضر نفسي، أشق هدومي عشان مضايق من شخص آخر أنا؟ لا، مو مطلوب مني شيء. شقت هدومي ولا درى عني، يعني أنا شقيت هدومي تضررت أنا لأني زعلت على واحد؟ هذا مو منطق. هذا وتقول حق الناس بالنهاية يا جماعة هذا غلط ولا تسوي كذي، أنت مو مطالب هذا الأمر. لا، شو يعني بالنهاية عنزة ولو طارت مبدأ البعض، وهذا مو مبدأ ولا منطق يعني قويم. عرفت ليش أقول لك لا تصرف بروحك؟ أنت مو مطلوب منك أي تصرف، وأي تصرف بتسويه فهو خطأ، أي تصرف بتسويه فهو خطأ، غير الشيئين شنو هم؟ الدعاء والصدقة فقط. أي شيء، اعتصام أنت قاعد تضر بلدك وأمن بلدك، وأنت قاعد تعصي الله لأن اعتصامات ومظاهرات حرام ولا تجوز ومؤمن الدين، ومثل ما قلت لك أنت قاعد تضر نفسك وتضر بلدك، يعني بالنهاية ما راح تضر الكيان الصهيوني. حتى الإدارة الأمريكية مو قاعدة تضغط عليه، قاعدة تأجل شوي تضغط بس عشان انتخابات، وبيرجع الوضع كما هو عليه وأسوأ في حال نجح بايدن أو يا غير بايدن، يا ترامب أو غيره، نفس الوضع راح يبقى كما هو عليه بل أسوأ. لا تطيع الجماعات المتمصلحة من هذه الأمور، لا تطيع الجماعات اللي تبتقنعك أنه واجب أنك تتبعنا. لا، اتبع بلدك، اتبع وطنك، الموقف اللي بلدك ولي أمرك يأمرك فيه أو ما طلب منك شيء لا تسوي شيء. افتح حملة تبرعات، تبرع الجهات والقنوات الرسمية. الدعاء طبعا هو أقوى سلاح. لو كنت أنت يعني مستجاب الدعوة عند الله، كان الله عز وجل استجاب دعوتك، فاسعى أنك تكون مستجاب الدعوة، يعني تطيع الله بما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه، فالله يستجيب دعائك. فأتعب على نفسك وبعدين قول الله ليش ما استجاب دعائي. ما تقدر تسوي شيء أكثر من رب العالمين طبعا، مستحيل. فأدعو الله إنه الله عز وجل يسوي. فلما أقول لك أنا ومثالي، التزم باللي الله أمرك فيه، وأنت مو مكلف ترى بأكثر من هذا، والله ما أمرك بأكثر من هذا، وخلك مع وراء خلف قادة بلدك وخلف موقف وطنك. يطلع الأنذال اللي متضررين من هالكلام يقولك هذا صهيوني. أنا صهيوني يا ابن الذين؟ أنا صهيوني أقول حق الناس التزموا بشرع الله، التزموا بموقف وطنكم وبلدكم، واستنكروا وتصدقوا
وادعوا الله وتضرعوا لله عز وجل انه يرفع عنهم. انا اطلع صهيوني عشان انت، عشان ما ايت موقفك اللي استرخص دماء المسلمين عشان قادتك، عشان القادة اللي انت تأيدهم، وعشان ايران وعشان ما ادري منو، انا اطلع صهيوني. شفت شلون هذيل طبعا متعودين عليهم، احنا اذا خالفتهم قالك انت صهيوني، واذا خالفت هذيلا قالك انت طائفي، واذا خالفت هذيلا قالك انت عنصري، انت وهكذا ما يلقى شيء عليك، على طول يعطيك تهم معلبة. واحد يقول هل طلبة الجامعات في امريكا اخوان لانهم تعاطفوا مع الفلسطينيين؟ يا اخي احنا متعاطفين مع الفلسطينيين، تعاطف مع الفلسطينيين ومع فلسطين، لكن لا تحركك العاطفة، خلي حركك الموقف الشرعي وبعدين العقل، لا تحركك العاطفة. يا اخي السؤال اللي يرد عليك اصلا، هل مظاهرات هذه مظاهرات الجامعات انصرت الفلسطينيين؟ هل أدت إلى تقليل الضرر عنهم؟ هل هزمت الصهاينة؟ طبعا لا. إذن شو الفائدة منها؟